الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. التحيات لله والصلاة.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ربنا آتنا في الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله كما حمد نفسه زينة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه حتى يرضى. والحمد لله أعظم مما حمده به خلقه، لا أحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على ذاته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوةً وبلاغًا إلى حين. إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. اللهم صل على محمد سيد ولد آدم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اعلموا أنكم مفتقرون إلى ربكم، مضطرون إليه في كل أموركم وأحوالكم، لا تستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. فقد أوجدكم من العدم، وساق إليكم أرزاقكم، وخولكم نعمه ظاهرة وباطنة،
وأمدَّكم بمنافع شتى. قال الله تعالى: وإن تعدُّوا نعمة الله لا تُحصُوها. فأعطاكم ما تُحبُّون وما ترغبون، وحفظكم من العاهات وأنواع الهلكات، وصرف عنكم ما تكرهون. فحق ربنا أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وما حفظت النعم إلا بالطاعات، وما وقعت العقوبات إلا بفعل المحرمات. وهل شقي بطاعة الله أحد، أو سعد بمعصية الله أحد؟ وقد وعد الله بالمزيد الشاكرين، وتوعد بالعقوبة المعرضين، فقال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعز العبد وسعادته في التذلل بالعبادات لرب العالمين. قال الله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وشقاوة العبد وهلاكه في ظنه أنه مستغن عن خالقه. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. وقال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأعظم كرامة يكرم الله بها عبده أن يهديه للاستقامة، وأعظم إهانة للعبد أن يتخلى الرب عنه فينكب العبد على المعاصي والذنوب. قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ولو تفكر الإنسان في أصغر نعمة متعه الله بها وأنعم الله بها عليه وعلى غيره، وليس في نعم الله صغير ولا حقير. لو تفكر الإنسان في تلك النعم وفي أحواله لصلح في أحواله كلها وأفلح في مآله. فما بالك بالنعم العظام التي بها قيام حياة الأنام. الماء أساس الحياة لكل مخلوق على وجه الأرض، ولا تمكن الحياة إلا به، ولا يأتي بالمطر إلا الله وحده سبحانه. قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ونزول الغيث وسقيا البلاد والعباد له أسباب مبينة في الكتاب والسنة. فمن أسباب نزول الغيث كثرة المتقين في الأمة، لأن تقوى الله جامعة للخير كله. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن أسباب نزول الغيث مداومة الدعاء بإخلاص. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وما داوم مسلم على دعاء ربه إلا رأى بشائر الإجابة في الأمور. فدوموا على الدعاء
فنعم الوسيلة إلى ما عند الله، فنعم الوسيلة إلى ما عند الله من الخيرات، ونعم الحصن من الشرور والعقوبات. ومن أسباب سقي العباد كثرة الاستغفار بحضور قلب وندم. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تبارك وتعالى عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وفي الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب نزول الغيث التوبة إلى الله من كل ذنب، فالتوبة جامعة لكل خير، رافعة لكل بلاء وعقوبة. قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله. وقال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن أسباب نزول الغيث وإجابة الدعاء المكاسب الحلال، المطاعم، المكاسب الحلال والمطاعم الحلال. قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. ومن أسباب نزول الغيث رد المظالم وسلامة ومن أسباب نزول الغيث رد المظالم وسلامة العبد وسلامة العبد من الخبائث، وسلامة الصدور من الغل والحسد والكبر والغش والمكر والنفاق والرذائل كلها. ومن أسباب الرذائل كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن أسباب نزول الغيث الصدقات والإحسان إلى الخلق. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن أسباب نزول الغيث حسن الظن بالله تبارك وتعالى وتعظيم الرجاء في الله. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إليكم أزيلين قنطين فيظل يضحك منكم لما يعلم أن فرجكم قريب. قالوا: أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قالوا: إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا. فالله تعالى مع المنكسرة قلوبهم، وهو الذي يجيب المضطرين. فاسألوا الله حاجاتكم فهو غني كريم حميد مجيد. اللهم نشكو إليك، اللهم نشكو إليك حالنا وما نزل بنا. اللهم أصابنا القحط واللأواء، وأنت اللهم إلهنا، لا إله لنا غيرك ولا نشرك بك شيئا. اللهم غارت العيون، اللهم غارت العيون والآبار. اللهم تأخر الغيث يا رب العالمين. اللهم يبست الأشجار واغبرت الأرض وهمدت وهزلت البهائم وجاعت، وما اللهم ومات من الجدب كثير من دواب الأرض، وقصرت الآمال وانكسرت القلوب بين يديك، واستكانت النفوس لعظمتك. ولا يرفع ما بنا، لا يرفع ما بنا من الضر أحد غيرك، لا حول ولا قوة إلا بك، ولا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. اللهم عاملنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله من الخير والإحسان والتفضل والكرم.
يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة، تعطيهما من تشاء وتمنعهما عمن تشاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أسق عبادك وبهائمك، وأحي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غرق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، قططا يا رب العالمين، عاما تحيي به البلاد وتنفع به العباد، ويكون يا رب العالمين نافعا للحاضر والباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا أرحم الراحمين، هذا دعاؤنا. اللهم هذا الدعاء وهذا العمل، وأنت الله عليك التكلان، وعليك يا رب العالمين الاعتماد. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صلِّ على سيدنا ونبينا محمد يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، فأغثنا يا أرحم الراحمين. توجهوا إلى الله بالدعاء، وأخلصوا له النية والعبادة، فإن الله تبارك وتعالى وعدكم بالإجابة. وأقلبوا لباسكم تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وألحوا على ربكم، فإنكم بين يدي رب كريم عظيم.